ومشاهدينا من شرم الشيخ ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم، يوم جديد من فعاليات قمة المناخ كوب 27، بالتأكيد يحمل عنوان كما تابعناه منذ الصباح، عنوان المياه بكل تفصيلاتها وبكل القضايا المتعلقة بها. أبرز الفعاليات حتى اللحظة وردود أفعال المشاركين في هذا اليوم، تفضل. تحياتي لك نهى وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما كما ذكرتي وكما ذكرتم منذ صباح اليوم، ملف المياه ربما من أهم الملفات الذي يتعلق بالتغيرات المناخية والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية التي طرأت على العالم أجمع. بالطبع المياه هي يعني نسبة 70% من الكرة الأرضية هي المياه، لذلك كل ما هو يؤثر على الإنسان، كل ما هو أيضا يعمل من أجل خدمة الإنسان أو خلقه الله عز وجل لخدمة الإنسان يتأثر بشكل مباشر بالمياه. التغيرات المناخية والاحتباس الحراري يؤثر على المياه ونسب المياه ونسب الرطوبة، مما يؤدي أيضا على التأثير، مما يؤثر على التربة، مما يؤثر على الزراعة، مما يصل للإنسان بشكل مباشر. هذه بالطبع يضع النقاط الأساسية أو الهامة أو المظلة الرئيسية التي بدأت على أساسها الجلسات اليوم، الجلسات الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتكيف مع نقصان المياه بشكل عام. وهذه نقطة، نقطة التكيف عن طريق التوعية. هناك جلسة خاصة بتوعية الشعوب بشكل عام وتوعية الأطفال على سبيل المثال بكيفية التعامل مع المياه والحفاظ على الأمن المائي بشكل خاص فيما يتعلق بالدول، فيما يتعلق بالممارسات أيضا الشخصية للشعوب أو للأشخاص بشكل خاص. هذه نقطة. النقطة الأخرى التكيف الخاص بالسكان الأصليين. السكان الأصليين هم أكثر من يتأثر بهذه التغيرات، خصوصا أنهم يقعون دائما على ربما الأماكن أو يقعون في الأماكن البعيدة أو الحدودية نسبيا، وهي أيضا جزء يتأثر بشكل مباشر بالمياه التي تؤثر على حياتهم الشخصية أو حياتهم الاجتماعية بشكل عام. هناك أيضا التعامل، جلسات أخرى تتعامل في الحلول للحفاظ على الأمن المائي في القارة الإفريقية على سبيل المثال، والأمن المائي بشكل عام في جميع دول العالم. هناك أيضا حديث عن فكرة التوزيع العادل للمياه، وهو أيضا جزء هام للحد من الاستغلال السيء للمياه، سواء كانت مياه الأمطار أو حتى مياه الأنهار، وأيضا التحول للتعامل بطرق صديقة للبيئة لتحلية مياه البحار. هناك أيضا جزء خاص تحدثوا عنه اليوم في الجلسات، ويتأثر تأثر الأمطار بالتغيرات المناخية، وهذه الأمطار هي يعني السبب الرئيسي لوجود الأنهار والتي جفت بنسب كبيرة. على سبيل المثال تحدثوا عن الأزمة الأخيرة في القارة الأوروبية والجفاف الكبير الذي حدث لبعض الأنهار في فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وغيرها من الدول التي أثرت بشكل مباشر بجفاف الأنهار، وهو أيضا سبب رئيسي. وسبب جفاف هذه الأنهار هي المياه، أو سبب قلة وجود الأمطار. على النقيض في أماكن أخرى كان هناك سيول على سبيل المثال في السودان، وكيفية أن الدول الصناعية هي السبب الرئيسي في التغيرات المناخية، وأكثر من يتأثر بالسلب هي الدول النامية كما حضرنا الفيضانات المختلفة التي حدثت ومنها بالطبع السودان. اليوم سيكون هناك طرح للحلول، تعاون مشترك بين الدول، بين المنظمات، بين حتى الشباب المتواجدين والخبراء في محاولة لتطبيق هذه الحلول على أرض الواقع. ولكن أيضا الأهم هو ربط هذه الحلول الخاصة بالحفاظ على الموارد المائية بالزراعة وأيضا بالمواد الغذائية. لذلك هناك جناح خاص داخل كوب 27 أو المنطقة الزرقاء في كوب 27، هو جناح
المياه مخصوص لمناقشة هذه الجلسات. وكان منذ قليل هناك جلسة عن تعاون الدول الأفريقية للتعامل مع التحديات المناخية الخاصة بالأمن المائي. وأيضا كان هناك مشاركات من جميع دول العالم، على سبيل المثال مركز الحفاظ على الطاقة والمياه في الولايات المتحدة الأمريكية، لتشاركوا بعض الخبرات في التعامل مع ملف المياه. إذا انتقلنا أيضا إلى الجزء الآخر اليوم، وهو ملف يعني جندر، وهو ليس فقط المياه لكن جندر في فكرة الفئات المختلفة للتعامل، وأيضا كيف تؤثر هذه الفئات أو أصناف البشرية في التعامل مع القضايا بشكل عام. وربما اليوم 14 من نوفمبر هو جزء أيضا، هو يوم خاص للمرأة، ولكن لا يختص فقط اليوم بالمرأة، ولكن تعامل الشعوب بشكل عام سواء المرأة أو الشباب أو الأطفال مع ملف المياه، والتوعية الخاصة بالتعامل مع ملف المياه. ربما يعني ليس مصادفة أن يعني يكون هذان الملفان في نفس اليوم، لأن الهدف الرئيسي في التعامل معها هي التوعية، إما بالتعامل الآمن مع المياه أو حتى التكيف مع التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على توافر المياه، سواء كانت الأمطار أو غيرها التي تؤثر كما ذكرنا على الزراعة وغيرها من الموارد التي في الأساس تقدم الخدمات الرئيسية للإنسان. نعم كريم، ذكرت منذ قليل في حديثك البعد الإفريقي الذي هو حاضر منذ الانطلاقة الأولى لكوب 27 فيما يتعلق بالمبادرات، فيما يتعلق بالحديث حتى عن المرأة الإفريقية واحتياجات المرأة الإفريقية ومدى تأثر المرأة بالتغيرات المناخية بشكل أو بآخر، وأيضا المبادرات التي خرجت على هامش هذا البعد الإفريقي. يعني رأينا مبادرة حياة كريمة لإفريقيا وغيرها، كيف لمست هذا البعد في مناقشات اليوم؟ ربما بالفعل القارة الأفريقية لها ربما الدور الأبرز هذه المرة في كوب 27، لأنها من القارات الأكثر تأثرا بالسلب بالفعل بسبب التغيرات المناخية، والتي كان في الأساس السبب فيها هي الدول الصناعية الكبيرة. لذلك كما ذكرت أنها بالفعل هو يعني الدول الأفريقية لها شأن خاص في التعاون والتعامل من أجل الوصول لحلول آمنة وأيضا الحفاظ على الأمن المائي بين الدول الأفريقية. المبادرات ربما من أهم سبل التعاون هو عقد الاتفاقيات بين هذه الدول الأفريقية، ولكن أيضا نقل الخبرات عن طريق مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة هي تجربة مصرية خالصة للحفاظ يعني للارتقاء بمعيشة المواطن المصري، وأيضا يعني هذه المبادرة لاقت نجاحا كبيرا من في الدولة المصرية، وأيضا لاقت رواجا كبيرا في الدول الأفريقية الذين عبروا عن أهمية هذه المبادرة وكيف من الممكن أن تنقل هذه التجربة للدول الأفريقية. كنا في حديث خاص أيضا مع وزير السنغال لشؤون المياه والصرف الصحي، والذي تحدث أيضا عن فكرة نقل التجربة المصرية فيما يتعلق بحياة كريمة للتعامل مع قضية المياه. ولكن أيضا الجلسات ربما ناقشت الجزء الخاص بالمرأة، لأنها في الأساس يعني دائما ما نقول عنها أنها نصف المجتمع، هي نصف الآخر الذي يقوم عليه المجتمع. لذلك المرأة لها دور كبير في التوعية، المرأة لها دور كبير في الوصول للحلول للتعامل مع التغيرات المناخية والتحديات الخاصة بالتغيرات المناخية. المرأة الإفريقية لماذا هي لها دور خاص أيضا؟ لأنها هي الأكثر كما ذكرنا تأثرا القارة الإفريقية بشكل عام بالتغيرات والتحديات المناخية. أيضا المرأة والسكان الأصليين لبعض المناطق في بعض دول العالم كانوا لهم حضور خاص في كوب 27، وتحدثوا عن كيف أنهم تأثروا بشكل سلبي، أن في معظم الأوقات هؤلاء السكان الأصليين يخرج رجال الأسرة للعمل في أماكن بعيدة عن أماكن الديار، ويبقى دائما المرأة تعمل في نفس مكانها هي وباقي الأسرة. لذلك تواجه
تواجه هذه التغيرات المناخية بشكل مباشر، وعليها أن تتكيف وتتعامل مع هذه الظروف، إما بالتكيف أو حتى باقتراح الحلول البدائية. لذلك ناقشوا فكرة التعويض المادي فيما يتعلق من الدول الرائدة أو الدول الصناعية الكبرى للدول الأفريقية والسكان في المناطق النائية، ليتم تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب التغيرات المناخية، أو حتى الدعم المادي لتسهيل الحياة فيما بعد لهم، وأيضا مساعدتهم على تطبيق الاستثمارات المختلفة والأفكار المختلفة التي تساعدهم بالفعل التعامل مع التحديات والتغيرات المناخية. نعم، طيب كريم، فيما يتعلق بردود الأفعال، يعني بالأمس كان يوم استراحة، النهاردة بدأنا في الفعاليات والمناقشات والحوارات وورش العمل. يعني دائما يعني أنت يعني على اتصال بمن حولك، في طبعا من خبراء، من مسؤولين في هذا المؤتمر وفي هذه القمة، إلى أي مدى تشعر وتلمس الثقة الدولية الكبرى التي وضعت في مصر من أجل تنظيم هذا الحدث الأضخم والأكبر، وردود الأفعال حيال ورش العمل والمناقشات بشكل وبصفة عامة؟ الأمنية الرئيسية لكل الحضور الذين تحدثنا معهم خلال الأيام السابقة واليوم هي الأماني الكبيرة في الوصول للآليات للتطبيق الفعلي. بالفعل يعني الرؤى تتحدث حول أن الأمور أصبحت ربما أسهل للوصول لآليات التطبيق على أرض الواقع. هذه السمة الرئيسية لكوب 27. لماذا يتحدثون عن هذا؟ لأن الفترة السابقة كانت يعني مر العالم بظروف صعبة بالطبع، ومن أهم هذه الظروف هي كوفيد 19 وفيروس كورونا الذي أثر بشكل مباشر على العالم أجمع. لذلك يتصورون الآن أن بعد يعني التكيف والتعامل مع هذا الفيروس من جانب العالم أجمع، هي فرصة حقيقية فرض وضع الضغوط على صناع القرار، لتكون هذه هي الفرصة الرئيسية والهامة جدا لتنفيذ الأفكار التي تم طرحها من قبل، وأيضا التمويلات التي تم الاتفاق عليها ليتم دفعها بالفعل إما الاستثمارات المختلفة أو حتى التعويضية الخاصة بالدول النامية. ردود الفعل في حقيقة الأمر، كنا تحدثنا أن الأيام القادمة، الخمس أيام القادمين، ربما يعني الأقرب هو أيام فيصلية، لأنها الأقرب لوضع الآليات الرئيسية للحلول. كانت الخطط بالفعل تم وضعها، الرؤى، الاستراتيجيات المختلفة، ولكن الأقرب الآن في هذه الأيام هو التنفيذ الفعلي حسب آراء الخبراء هنا لهم. بالطبع إذا تحدثنا عن رؤيتهم لتعامل الدولة المصرية أو مدى تأثير الجانب المصري في التعامل مع القضايا المناخية، هناك بالطبع كان ذكرنا أماني كثيرة وكبيرة وأمال موضوعة على الجانب المصري. نعم. فيما يتعلق بالتنفيذ والدور الفعال لمصر في المنطقة الأفريقية بشكل عام والعالم بشكل أجمع، ورصدنا هذا أيضا في حديث وزير الخارجية الأمريكي في حديثه هنا في كوب 27، رصدناه أيضا مع معظم الوزراء الأفارقة الذين تحدثنا معهم عن أن مصر لها دور كبير بالفعل في دفع عجلة التنفيذ الفعلي للخطط للتعامل مع التحديات والتغيرات المناخية. نعم، مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وهذه المتابعات، ودائما سنتواصل معك لمعرفة كل جديد عن قمة شرم الشيخ في يومها الجديد. شكرا لك كريم.